احنا بقى اللي جاي دكاتره ايه؟ لا دي دكتوره في الجامعه. ايه ده كانت دكتوره جايه لنا؟ لا لا دي انت اصلا اهلا بيكم مشاهدينا ومشاهدي تحيا مصر، معاكم من مدينه عزبه البرج ايمان البولائي ولايف جديد. النهارده مياده هتعلمنا شنط الخروج وشنط المدارس باقل التكاليف. شايفين شنط من اعاده تدوير من الملابس المستعمله، خلاص يعني ما عادش حد بيستعملها، والجنسات رجعتها جديده. الحقيقة ما حدش هيتخيل ان الانتاج ده ملابس مستعملة. شغل حلو جدا، اضافة لي شغل الكروشيه ده ولا تريكو كمان؟ كروشيه. شغل الكروشيه اللي عملت منه شنط الحقيقة جميلة جدا. ما شاء الله ايه الجمال ده، يعني اي حد هيشوفها هيعتقد ان ده شغل مصانع مش شغل يدوي. بسم الله ما شاء الله. اهلا بيك يا مياده. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. اتفضلي. مياده موسى مدربه حرف يدويه بالمدينه الامنه. اهلا بيك. اهلا بيك. انت عامله شنط ما حدش يتخيل ان انت اللي عاملاهم، يعني كل هيقول ده شغل مصنع. ايوه هو شغل شغل يدوي، شغل كروشيه، غرزه نص عمود. في شنط بعملها من غير تقوم الجلد، يعني اول ما بدات انا عملت تصاميم كتيره، اللي هي التصاميم اللي هي الواسعه الكبيره دي. دي كان اكتر حاجه اتباعت معايا، اللي هي الواسعه الكبيره بانواع الخيوط دي. بشتغل بثلاث ايوه كانت تصميم واسع كده وقاعده كبيره، فبتاخد حاجات كتير. دي اكتر حاجه اتباعت معايا. السيدات بتفضلها. ايوه بالذات المدرسين والموظفين بيحطوا فيها حاجات كتير وهم رايحين المدرسه، وبتبقى شكلها قيم. عملتها بكذا لون، دي اكتر حاجه اتباعت معايا. وبعدين عملت الشنط الباج اللي هي بتاعه الظهر بخيوط. دي شنطه الظهر. طقم بتاعها. عملت شنط اللي هي الباج، بس كلها ما فيهاش جلد. عملتها كلها خيوط، اشتغلت بثلاث انواع، بتاع المكرميه واشتغلت بسلسله، وحاليا ده اسمه خيط كردون. انا شايفاها متين. يعني ده بيختلف ما شاء الله، تعيش سنين. لان ده سلسله ده خيط سلسله. ده كردون تاني. كل حاجه لها نوع. كل حاجه ليها نوع. اشتغلت انا بالمكرميه واشتغلت بالسلسله، ودلوقتي حاليا بشغل بالكردون كمان، على حسب يعني الطلب بتاع العميل. هي عايزها خفيفه. طب الجلد. الجلد يعني الطقم ده في حاجات احنا بنجيبها وبنقصها. بيبقى بنجيب مثلا بالقطعه وبقص انا وبركب فيها الحاجات دي، الاكسسوارات دي بتتباع. انا بجيبها وبركبها، ودي ودي اللي بتقفل بالقطعه، احنا بنشتريها بالقطعه. بس في كمان بيبقى قطم جلد جاهزه، يعني ده طقم جاهز وده طقم جاهز وده طقم جاهز. في يعني عندي الاسود والبني. تشتري جلد وتقصيه اللي انت عايزه وتشتري القطع دي. بعملها. بعملها. وفي بشتري له الطقم جاهز كله على بعضه. بتشتريه بقى جاهز على بعضه. يعني بجيب الطقم جاهز على بعضه، وانا بجيب الخيوط، وانا اللي بشتغلها، انا اللي بشتغلها من الاول لحد ما بخلص. وتبتدي بقى ان انت بالخيط. وبعد ما يعني اما بطلع لهنا مثلا بيبقى سهل ان انا اركب الجيب قبل ما بطلعها، عشان ابقى ملكها من جوه. بركب الجيب، وبعد ما بخلص بطلع الجزء اللي فوق ده، وبعدين ببص على الدور ده عشان اعمل اللي هي الشداده. ايوه. وارجع اركب بقى الغطا من ورا، وهي دي ممسوكه فيها من تحت، بقوم مركبها من هنا كده. يعني ما شاء الله انا شايفه فيها متانه مش في الشنط، حتى الجلد. أيوة. نشتريها مسلوق. ايوه دي بتبقى في كمان لما بتبقى طالبها جلد طبيعي بجيبها لها طبيعي، يعني حسب طلب العميل. حسب طلب العميل عايزها نوعها ايه. برافو عليكي. قولي لي بقى، يعني اتعلمتي حاجات ازاي وطورتي فيها ازاي؟ يعني اكيد اول ما بداتي ما طلعتيش المنتج بالكفاءه دي. لا انا من البدايه كان تعليمي ملابس جاهزه. وبدات اشتغلت بقى في الحرف اليدويه، ونزلت معارض، ورجعت من كتر الشغل اللي بشتغله بقت متمكنه اكتر. كنت بعمل طواقي وكفيات. يعني بتجربي بتستفيدي. اكيد كل ما بفك واشتغل تاني بستفيد اكتر. لحد ما بتفادى بقى الوقت اي اخطاء. يعني الوقت الشنطه لو من غير بطانه
مستحيل حد يعرف يطلع البداية بتاعتها من الوقت دي. فيها مثلا 4-5 أدوار يعني 4-5 بقرات موصلين، ما حدش يعرف يطلع الوصلة. ما شاء الله كلها كاملة، ما شاء الله متينة. أيوة يعني تشيل فعلا برضه حاجات كتيرة، مش وغسيل طلع. وغسيل بتتغسل في الاوتوماتيك على فكره، بتتغسل في الاوتوماتيك ما بيصيبهاش حاجه. وكمان الاكتر كمان اللي بتتغسل اكتر اللي بعملها بتاعه الاطفال، بتبقى بتاعه الدروس والباك بالظهر او بتاعه الدروس، اما بتبقى كلها خيوط دي بتغسليها عادي. انا شلت هنا شنطه جميله جدا، دي شنطه من اعاده تدوير، ده بقى مدربة دي بتاعت مدربة معانا برضو. دي قطعة القماش وهي مقصقصاها وعاملاها. احنا كنا عاملين ايوه شنط كتيرة جدا. كانت الشنطة بنبيعها بتاعت المدرسة ب25 جنيه، دول اللي باقيين. دول اللي باقيين ان شاء الله. اي بنطلون قديم بقى في البيت، اي بنطلون. ايوه هي بس هي ما شاء الله. شكرا. بدأتي بقى تطوري من نفسك، دخلتي على مثلا خدتي كورسات عملتي؟ لا انا بشتغل يعني، انا كنت بشتغل بقى عندي كميات كبيره، بدات نزلت معارض، وبعدين بدات هنا كمدربه في المدينه الامنه من سنتين. اخدت بقى انا بقى ندرب، وكل ما بشتغل كل ما بستفاد اكتر. بتستفيدي برضو؟ وكل ما بيطلع نوع خيط جديد بجربه. يعني انا بدات بالمكرميه، ما كانش فيه الكردون ده، رجعت اما اشتغلت في السلسله رجعت جبت الكردون. كل ما بيطلع حاجه بجيبها وبشتغل بيها بجربها. وبعدين كل ما بنعمل الغرز ناعمه كل ما بتبقى مشدوده، فدي بتبقى حسب شده الايد. دي شده الايد دي، وبنعملها بنص يعني بحشو او بنص عمود، بحيث ان هي تبقى ما فيهاش اي سكوب خالص، تبقى جامده. طيب لو اي حد حب يتعلم؟ ايوه احنا هنا بنعمل دورات هنا التدريب مجانا، الورش كلها مجانا. اي حاجه ان هي تيجي تتعلم هنا، الورش مجانا. انا بدرب هنا بقالي سنتين مجانا ما شاء الله. هي بس لو اخذت حصتين اتنين اتعلمت فيهم الاساسيات خلاص، هي تعرف تعمل الشنطه تاني يوم على طول. اول يوم تتعلم تمسك القيد كويس وتعمل السلسله والعمود، تاني يوم تاخد الاساسيات والعد بتاعها، خلاص هي بعد حصتين اتنين عرفت تعمل الشنطه الواحده. ومش بس شكل يعني، هي كل بقى ما تشتغل كل هتركب له طقم جلد، هتعمل بالخيط له، كل ما تشتغل كل ما تطلع انتاج، كل ما بتغير هتطلع. ما شاء الله. شهرين ممكن تعمل سوق، تفتح سوق لنفسها بالظبط كده، وتصنع من تاني ورشه تبدا تطلع انتاج. ما شاء الله. يعني لو قعدت شهر واشتغلت على نفسها تطلع كذا قطعه. جميل. معايا اطفال، عندي اطفال دلوقتي من سن 12 سنه ل 14 سنه عملوا شنط بالظبط زي دي. أيوة. هم اللي عاملينها بايدهم من الالف للياء. هم اخدوا من التدريب معايا، اخدوا معايا 4 ورش ما شاء الله، عملوا من الشنط بتاعه الدروس وبتاعه المدرسه، وعملوا من المقالم من النوع ده. يعني هي عامله بدل ما تجيب مقلمه غاليه جايبه الخيط وعامله المقلمه النوع الخيط ده. حلو قوي، حاجه جديده. مش يعني وعاملين مش عليها بقى اللون اللي هي يعني هي مختاره اللونين اللي مدخلهم في بعض، وهي اللي مختاره الاكسسوارات بتاعتها، فهي على ذوقها هي، فهي فرحانه بها ان هي اللي عاملاها. والمثلا المقلمه بتاعتها عامله عليها بحرف الكروشيه حرفها ومعلقاها ان دي بتاعتها. فبرضو الاطفال ما شاء الله يعني، حتى يعني التعليم سهل للكبير وللصغير. حلو قوي، يعني باب رزق لناس كتير، سواء اطفال أو اطفال من سن 12 سنه، عشان بس تعرف ايه ده، تبقى بتشد الغرزه جامد بس. ما شاء الله. نقول ايه بقى الرساله نوجهها للسيدات؟ اي حد يعني يستغل الوقت ده بتاعه ويشتغل اي وقت، يعني الوقت الفراغ ده تستغله في شيء بيفيدها، وان هي تطلع منه منتج مصري وتقدر تسوقه. انا شايف حاجه فيه ما شاء الله، يعني دوار بيجيني. ايوه كتاب سفت السفير. ايوه الريجي. ما شاء الله ما شاء الله. انا بشكرك جدا. شكرا لك يا استاذه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا مشاهدي صحيح يا مصر، كنا معاك وتابعنا ازاي بيصنعوا الشنط بأوقات بسيطة جدا.